يلا 1 2 ستارت. بتموتي كرمال سامر؟ لا يمكن بلا يمكن ما بعرف لو وقتها بس انه رح اقول لا لانه لازم كل حدا يحب حاله. شي مره كنت تجهدي على جريمه قتل؟ ايه بتصيد انا بهالصيد. شي مره ضعتي؟ بتضل ضايعه. مرحبا. انا اليوم صراحه كثير محمسه لهيدا الفيديو لانه رح يكون عفوي ورح تحبوه كثير. ليه؟ لانه في تحدي انه بثلاث دقائق بدي جاوب على تقريبا 60 او 63 سؤال من يلي انتم طرحينهم علي. اكيد انا ما نقيتهم هول الاسئله، ران هي يلي نقيتهم، فانا عندي 3 دقائق بس لجاوب عليهم بطريقه كثير سريعه ومختصره، يعني رح تكون يا ايه يا لا. ممنوع برر، ممنوع قول شيء ثاني. بس قبل ما تنسوا اكيد تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتعملوا كمان سبسكرايب لياسمينة.com على يوتيوب وعلى انستغرام، وتابعوني كمان على صفحتي الخاصة على انستغرام. ويلا لنشوف شو هي الأسئلة. شو رين جاهزة؟ أكيد. يلا 1 2 ستارت. علاقتك منيحة بأهله لسامر؟ كتير. شو مرة فصلتي عن سامر وتركته؟ يس. شو مرة استخدمتي حمام الرجال لأنه حمام النسوان كان مشغول؟ يس. تتركي سامر كلام مليون دولار؟ أكيد لا. شو مرة سقطت بالمدرسة؟ لا. تطلع على حالك في المراية بقولي أنا جوال؟ يس. بتحب الميوزك راب؟ أبدا. تتمنى تتراجع بقرار شو مرة أخذتيه؟ أبدا. بتموتي كرمال سامر؟ لا يمكن بلا يمكن ما بعرف لو وقتها بس إنه رح أقول لا لأنه لازم كل حدا يحب حاله. تظهري شي محل بلا ميك اب؟ لا. بتحب الكلاب؟ بتحسي شي مرة عبالك تضربي سامر كف؟ بتعزفي على آلة موسيقية؟ لا. بتقري كل يوم أبراج؟ أبدا. عم بتخطي قريبا لتعملي شي عملية تجميل؟ لا. شي مرة نبشتي بتليفون سامر؟ بتهتمي لشكلك؟ كتير. أنت حبلة؟ لا. أنت متبنية؟ لا. بتقري تعليقاتك بالفيديوز؟ أكيد. شي مرة استخدمتي تطبيق تعارف المواعدة؟ لا. شي مرة كذبتي كذبة كبيرة؟ لا. شي مرة كنت بعلاقة أو خنت شاب؟ أبدا. أنت وسامر بتفكروا تجيبوا هلا ولد تاني؟ لا. بتحسي إنك بتحسي بقلق تجاه جسمك؟ إيه. أناناس أو بيتزا؟ بتاكلي أناناس على البيتزا؟ لا. شي مرة حدا تمسخر عليك بالمدرسة؟ تعرضتي للمسخرة؟ لا. كنت شاطرة بالمدرسة؟ ايه. أول مرة تعرف عليك قالوا لسامر حبوكي؟ قالوا لي ايه. شي بتغاري من حدا؟ ايه. شي مرة خنتي لسامر؟ أبدا. شي مرة سامر حضر لك ترويقة بالتخت؟ شي مرة سامر نسى عيد ميلادك؟ لا. شو مرة تتمنى لو انك اخرتي بجوازك او بكرتي؟ لا، كان بالوقت المناسب. كان سامر حبك الاول؟ صح. انت بتطلع مصاري اكثر من جوزك؟ اوقات. شو مرة تعرفت لحارس السيارة جدي كان؟ الحمد لله لا. كذبت بهالاسئلة لهلا شي واحد؟ لا. اوكي، شي مرة مثلا تركت حدا بمسج بعتي له يقتله انا بدي اياه؟ لا. شي مرة بتحس بالحب من أول نظرة؟ بحس بس ما بآمن. بتحبي تربطي شعرك؟ كتير. وقتي وقت؟ دوقتي. اوكي، شي مرة خبيتي سر كبير عن حدا؟ ايه. شي مرة شفتي شبح؟ لا. كتبتي شعر لحدا؟ ايه. بتخافي تموتي؟ خلص الوقت. كم سؤال؟ بعد في منيح. طيب هيدا نكفيهم نتسلى. ما قدرت اعمل التشالنج مزبوط، ما هيك ما خلصت الاسئله. يلا كفي. بتخاف من العتمه؟ لا. بتخاف من الربويات؟ لا. شو مره سرقت حدا؟ لا. شو مره رقصت قدام المرايه؟ ايه. شو مره فليت من البيت وما قلت لاهلك؟ لا. شو مره كان عندك كراش ابن الجيران كنت بتحبيه؟ لا. شو مره شو اسمه زعبرت بلعبه كنت عم تلعبيها؟ شو مرة حسيتي بهزة أرضية؟ إيه. شو مرة قطعتي الإشارة الحمراء وأنت عم تسوقي؟ إيه. شو مرة كنت تجهدي على جريمة قتل؟ لا. شو مرة ضعتي؟ بتضل ضايعة، خصوصي بالطرقات. شو مرة كنت عم تبكي؟ أكيد.
شو مرة انت عم تحان بلاش تغني فكرت حالك نجمة؟ دايما. شو مرة ضليت الجمعة بلا حمام؟ اكيد لا. اوكي، بتخافي تحضري موفيز رعب؟ ايه. شو مرة قوصتي؟ ايه، بتصيد، انا بروح على الصيد. شو مرة بكيتي قد ما ضحكت بكيتي؟ كتير. خلصت؟ كتير حلوين الاسئلة. ان شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو، وان شاء الله هيك تكونوا تعرفتوا علي اكثر بهالاسئله يلي انطرحت علي ويلي انتم حاطينها. هلا اكيد يمكن خبصت شوي بكم سؤال، او في كم سؤال يمكن كنت لازم اقول لا وايه اذا بفكر فيهم، بس ما علي، بحب كون صريحه معكم من وقت للتاني. فاذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير، وما تنسوا تتركوا لي تعليقاتكم بخانه التعليقات، واكيد بشوفكم فيديوهات جديده. باي.